أهلا بكم في اقتصاد السوق وإليكم أخبارنا اليوم. واكتشف لبنان مكامنا للنفط تقدر احتياطاتها بنحو 440 مليون برميل، ومكامنا للغاز تحتوي على 15 ألف مليار قدم مكعبة في المياه الإقليمية قبال الساحل الشمالي للبلاد. أما المياه الجنوبية فتحتوي على 12 ألف مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. وكما قال وزير الطاقة جبران باسيل، فإن واحدا من تلك المكامن قد يوفر احتياجات محطات الكهرباء اللبنانية لتسعة وتسعين عاما. خبر جيد لمستقبل البلاد، أما حاضره فيعيش على ارتفاع جنوني لأسعار المحروقات في كل أسبوع لا علاج له، في ظل انشغال المسؤولين بقانون انتخاب يحفظ مقاعدهم النيابية. عشتم وعاش لبنان. للمرة الأولى منذ عام 2009 تراجع الطلب العالمي على الذهب العام الماضي، مع تراجع شراء المشغولات الذهبية في السوقين الرئيسيين الهند والصين، وانخفاض الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية في الولايات المتحدة وأوروبا بحسب مجلس الذهب العالمي. وعلى الرغم من التوقعات باستقرار استهلاك الذهب هذا العام، إلا أن مجلس الذهب قال في تقرير إن المعدن النفيس قد يحتاج فترة من الوقت للعودة إلى المستويات القياسية التي سجلها في أوج الأزمة المالية. عيد الحب في تايلاند هو الأغلى في العالم، فقد وصل سعر باقة الورد اليوم إلى 335 دولار، لا سيما تلك المستوردة من هولندا. وتوقع مركز التوقع الاقتصادي في جامعة تايلاند للتجارة أن يصل حجم الأموال التي دفعت لشراء الهدايا في تايلاند في خلال هذا اليوم إلى 1,700,000 دولار. حافظ الذهب على سعره اليوم بانتظار اجتماع لوزراء المال ومسؤولي المصارف المركزية في مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع المقبل. وفي لبنان سجلت الأسعار التالية: عيار 22 48 دولار و62 سنت، عيار 21 46 دولار و41 سنت، أما عيار 18 39 دولار و8 سنت. بلغت أونصة الذهب 1646 دولار و2 سنت، كيلو الذهب 52925 دولار و33 سنت. ضغطت توقعات وكالة الطاقة الدولية بضعف الطلب على النفط على أسعاره، فارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 11 سنت ووصل إلى 117 دولار و99 سنت للبرميل. ارتفع سعر الخام الأمريكي 18 سنت ووصل إلى 97 دولار و19 سنت للبرميل. هذا كل شيء أعزائي المشاهدين، أتمنى لكم عيد حب عاهد بغد أجمل. بلتقانا غدا في اقتصاد السوق من لبنان إلى العالم.